السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية. اليوم طبعا راح تكون عندنا محاضرة غير متزامنة يوم الثلاثاء 10/1/2023. طيب احنا طبعا خلصنا شابتر 6، وزي ما اتفقنا اللي كانوا معنا بشابتر 6 اللي كانوا معنا بآخر محاضرة بشابتر 6 حكينا انه اليوم راح نحل، راح أحط لكم هوم ورك. أنا الهوم ورك طبعا في سؤال حليته وسؤال خليته لكم مشان تتدربوا عليه، تمام؟ يعني اليوم راح نحل نشوف الهوم ورك مع بعض، تمام؟ ونحكي شوي عن الـ إكسل أبليكيشن للنوفا، تو فاكتور النوفا اللي هي 2 تو ذا 2. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذن هاي تشابتر 5، هوم ورك نمبر تشابتر 6 اللي هي هوم ورك نمبر 5. الانجينير از، أول سؤال اللي هو عندكم سؤال 14 13 طبعا تكست بوك. ان انجينير از انترستد ان ذا افكت اوف كاتنج سبيد اي مثل هاردنس بي اند كاتنج انجل سي اون ذا لايف اوف كاتنج تول. إذا لاحظوا الفاكتورز اللي عندنا هون اللي هم اي الكاتنج سبيد، بي الميتال هاردنس، وسي اللي هي الكاتنج انجل، والواي او الاوتبوت خلينا نقول الريسبونس فاريبل اللي هو الكاتنج تول لايف يعني عمر اداه القطع. Two levels of each factor are chosen and two replicates of a 2 to the power 3 factorial design are run. إذا احنا هون بنحكي عن 2 to the 3 factorial design. 2 قلنا لأنه في عندنا high و low كالعادة، وال 3 هاي لأنه في عندنا 3 factors، تمام؟ إذا هاي 2 to the 3 factorial designs. طبعا combinations بدها تكون زي ما اتفقنا المرة الماضية، أول treatment بنعطيه رقم واحد، بعدين A B C، وال A B A C B C A B C، يعني هاي ال structure الاعتيادية، بالإضافة ل طبعا الريبليكيتس اللي هم ريبليكيت 1 اند ريبليكيت. يعني على كل تريتمنت في عندنا هون مثلا اول قراءه لللايف اوف كاتنج تول واحد، القراءه الاولى 221 والقراءه الثانيه 311 ساعه طبعا. طيب الان اذا هاي التجربه، هاي الكومبينيشنز، وهاي الـ يعني الاشياء المطلوبه، بس عشان يعني احكي لكم احنا في عندنا هون، انا معطيكم لانه بجهز بس على اساس نقدر كأن نشوف كيف نتعامل معه. Analyze the data from this experiment. طبعا بقول analyze the data from this experiment، هو مقصود بالاناليسيز ان نعمل الاناليسيز اوف فارينس، الاناليسيز اوف فارينس اللي بنركز عليه احنا عاده اول شغله بنفكر فيها اللي هي الاناليسيز اوف فارينس، وطبعا الفاكتور استيميت زي ما راح تشوفوا من التيبل. Find an appropriate regression model that explains two life in terms of the variables used in the experiment. إذا لاحظوا بناء على الأنوفا اللي عملناه من الأناليسيز in the first step, we will propose a regression model مناسب. طبعا احنا حكينا المرة الماضية الريجريشن المناسب، الريجريشن موديل المناسب اللي هو بنحط فيه فقط ال significant factors. وبعدين الشيء الأخير analyze the residuals for this experiment. طبعا المطالب كالعادة يعني ما اختلفت عن الأذر توبكس اللي درسناها بالشابترز الماضي. فأول شغل في عندنا الاناليسيز اوف فاريانس طبعا، تمام؟ وهو بيستخدم كودينج طبعا، يعني عشان هيك كتبت لكم كود يونتس، بيستخدم البلس والماينس، بتعرفوا يعني اللي ما حضروا المحاضرة رجاء يرجعوا يحضروها مشان يفهموا ايش بنقصد بالكودد يونتس البلس والماينس او الهاي واللو ليفل. طبعا degrees of freedom في عندنا أول شيء فاكتور A اللي هو السبيد، فاكتور B اللي هو الهاردنس، وفاكتور C اللي هو الأنجل. هذول الكومبينيشنز تبعتهم. ال degrees of freedom طبعا قلنا لأنه في عندنا two levels high and low، لكل فاكتور في two levels، فال degrees of freedom واحد واحد واحد، ماشي. هلا total measurements هنا 15 16 ناقص واحد، زي ما انتم شايفين هون 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ضرب 2 16، 16 ناقص 1 15. هلا degrees of freedom للايرور اللي هي 15 ناقص اللي هم هذول 1
2 3 4 5 6 ماشي 15 ناقص 6 بيطلع degrees of freedom للايرور. هاي مشان تحسب ال degrees of freedom للايرور. وهاي طبعا sum of squares هاي اللي حسبها، والمين سكوير بنحسبها كالعادة. تمام، هاي أهم إشي هون، المين سكوير للايرور. وطلع بعدين ال F statistic لكل factor، تمام، ولكل combination، يعني ال 3 factors اللي هم speed hardest angle، بعدين ال speed ال factor combination اللي هم speed with hard في ال hardness speed angle وال hardness with angle. وأعطانا هون طبعا ال F statistic، وحط لنا طبعا قيمة ال B values. طبعا ال B values هذول زي ما اتفقنا احنا، هذا فيه 3 significant، تمام، هاي اللي هي ال hardness factor B significant، ال angle significant significant and 5%، والكومبينيشن تبع سبيد وذ انجل. اذا كانه بقول له هون انه السبيد لحالها نون سيجنيفيكنت، السبيد وذ هاردنس نون سيجنيفيكنت، والهاردنس وذ كاتنج انجل ار نون سيجنيفيكنت. تمام، في عندنا 3 فاكتور، 1 2 3. تمام، الان هذا اذا الاناليسيس. هلا التيبل فرع بي، فرع بي هون طبعا انا معطيكم الاوتبوت وانتم بتكون تشرحوا يعني النتيجة، يعني هذا يعني كالعادة بالامتحان احنا بنعطي الاوتبوت او بنعطي جزء من النوفا زي ما الامتحان الثاني يعني، وبعدين انتم بدكم تعملوا كونكلوجن انه significant او non significant. تمام، هلا طبعا ما دام في عندنا احنا اكثر من فاكتور هون significant، معناته النوفا significant، يعني في عندنا شيء significant، ولو كان فاكتور واحد معناته في علاقة بين اللايف وواحد او اكثر من الفاكتورز هذول او الكومبينيشنز تبعهم. هلا في عندنا هون الكوفيشنت استيميتس، تمام، كوفيشنتس للاستيميتس هذول راح نستخدمهم طبعا في بناء اللي هو ايش، بناء الريجريشن موديل. طبعا زي ما حكينا مش كلهم مهمين، مش كلهم مهمين، المهمين فقط اللي هم statistically significant اللي هم ال constant هون عندنا factor B factor C و factor A C. أشياء هذول اللي بنحطهم بالموديل زي ما اتفقنا احنا بالمحاضرة الماضية لما شرحنا عن 2 to the 3 factorial experiment. اللي ما حضرها زي ما حكيت الكل يرجع يحضرها مشان يكون معنا on the same line. بالنسبة للنورمال بروبابيلتي بلوت، يعني لو رسمنا خط هون بنلاقي انه النورمال بروبابيلتي بلوت مقبولة، ما في شيء شيء unusual. هلا بس يا جماعة، في يعني انا لاحظت خلال الامتحان انه في ناس بتحكي انه مثلا في عندنا outliers. هلا اذا نقطة بعيدة عن مين لاين، لا يعني انها بالضرورة تكون هاي outlier. احنا قلنا هاي نقطة مشكوك فيها، لما بدي اقول outlier انا بدي اعمل التست تبع الاوتلاير. وفي تيست احنا شابتر 5 حكينا عنه اسمه الكوكس ديستانس، كوكس ديستانس. فانا اذا بدي ادعي انه في اوتلاير، طبعا الاوتلاير ما بكونش بالسرعه، مثلا في نقطه هون جايه على سبيل المثال، هون النقطه او هون او هون مثلا، هاي يعني انا بشك فيها انها هاي اوتلاير، فبروح باخذها على الكونديشن تبع الكوكس ديستانس، ارجعوا على شابتر 5 وهذا اللي بحدد اذا كان عندي اوتلاير. هلا بعض البرمجيات بتطلع لنا اوتوماتيكيا الكوكس ديستانس بدون ما نحسبها، وبتحكي لنا انه هذا البوتنشال اوتلاير. الاوتلاير طبعا قلنا له واحد من حلين اذا كان في عندنا اوتلاير، اما ان اذا متاكدين من او مش متاكدين، خلينا نقول اذا التست كشف انه اوتلاير اما بنحذفه، والافضل من ما انه نحذفه نرجع نشوف ليش صار الاوتلاير. هل هو مشكله بالمجرمنت؟ هل هو مشكله انه في فاكتور مثلا ما احناش حاطينه، مش حاطينه بال يعني بالموديل وهو مهم، عرفتوا علي؟ فالاوتلاير دائما مش يعني مش ببساطه انا فقط بقول اوتلاير، لازم اتاكد اول شيء انه اوتلاير، واذا انه اوتلاير اشوف اعمل فيرذر انفستيجيشن مشان افهم شو سبب الاوتلاير. هلا بالنسبه للريزيجوال بلوتس، طبعا هاي بالنسبه قلنا للنورماليتي، هاي ماشي زي ما حكينا كثير. هلا في عندنا هون ريزيجوال بلوتس لديفرنت فاكت، طبعا في ريزيجوال للهاردنس، في الانجل، في عندنا للسبيد، وفي للفيتد فاليو. تمام، واضح انه ما في اي مشكله، لحظه موزع بشكل
يعني شبه أرى عندهم يعني فوق وتحت. هاي بالنسبة طبعا، لأنه إحنا في عندنا هون هاي تو ليفلز، فبيناتهم النقاط والنقاط يعني هاي تاعت الأنجل الريزيجوال، الأنجل الريزيجوال الهاردنس والسبيد، ما فيهم أي شيء عن يوجوال. الريزيجوالز ذا الفيتد فاليو برضو كمان يعني لاحظوا هون في تباين، في نقاط جاي فوق نقاط تحت بشكل راندوم، يعني ما في شيء عن يوجوال، فيري عن يوجوال، الوضع لوكس نورمال. إذا بنقدر نقول إنه residuals are okay، تمام، يعني الموديل is adequate، وال normalities okay، بالتالي assumptions تبعتنا مناسبة. هاي المثال السؤال الأول. السؤال الثاني أنا بدي أحلل لكم إياه طبعا، لأنه صحيح السؤال الثاني طويل شوي، فيه A B C D E، فيه 5 factors اللي هو 2 to the 5، هذا 2 to the 5 design، فأنا حليت لكم إياه مشان بس يعني للتوضيح، خلينا نعتبره تكمل لشرح المادة. إذا أنتم حبيتوا further homework problems ببعث لكم يعني تشوفوا يعني تحلوا تطبقوا وتشوفوا. طبعا أنتم مش راح تطلعوا النوبة، أنتم فقط راح تدرسوا النوبة أو تكملوا بناء على يعني البروتوكول المعتاد، وتشرحوا النتائج أو تفسروا النتائج. السؤال 419 من التكست بوك من كتابكم. An experiment was run in a semiconductor fabrication plant in the effect of an effort in an effort to increase yield. إذا في عندنا سيمي كوندكتر اللي هي إلكترونيات، مصنع إلكترونيات، وبدهم يشوفوا يدرسوا كيف يزيدوا اليلد، اللي هو اليلد اللي هي خلينا نقول الناتج، ناتج، تمام، الناتج يعني عدد القطع أو كمية القطع أو كفاءة القطع. اليلد اللي هو المقصود فيه المحصول أو الناتج. 5 factors each at 2 levels were studied. إذا لاحظوا عندنا 5 factors، 5 factors each at 2 levels high and low، تمام، أو يعني زي ما هم موضحهم بشكل تفصيلي، تمام. The factors and their levels were، لاحظوا الفاكتور مرة ثانية يا جماعة، الفاكتورز اللي هم الخمس اللي بنحكي عنهم الـ A B C D، الليفلز اللي هم الهاي واللو، رجاء انكم هذول تنتبهوا لهم مشان ما يتكررش الأخطاء اللي صارت بالامتحان. لما نقول فاكتورز اللي هم الاكسز، ماشي، A B C D إلى آخره. الليفلز لما نقول ليفلز، الليفلز هم مستوى كل واحد من الفاكتور كم. عندنا هنا هاي ولو، مثلا الابيرتشر سيتنج اللي هو A، فاكتور A له 2 ليفلز سمول اند لارج. فاكتور B اللي هي الاكسبوجر تايم في له 2 بيرسنتج، 20% بلو نومينال و20% ابوف نومينال. والسي اللي هي الديفلوبينج تايم، ديفلوبمنت تايم 30 سكند اند 45 سكند، برضه هذا 2 ليفلز. والدي اللي هي الماسك دايمنشن سمول اند لارج. والاي اللي هي الاتش تايم اللي هي 14.5 اند 15.5 مينتس، تمام. فولوينج and replicated 2 to the power 5 design was run. إذا لاحظوا هون في عندنا هون 2 to the 5، ولا 2 لأنه 2 levels، تمام، و 5 لأنه في عندنا 5 factors. طبعا 2 to the power 5 بيطلع قديش الكومبينيشن هذا يا جماعة كم تريتمنت؟ 2 مرفوع على القوة 5 بتطلع 32، مش هيك؟ 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 ضرب 2 32. إذا 32 تريتمنت في عندنا. طبعا هو كاتب إنه ان ريبليكيت، معناته ماخذ 1 ريبليكيت، 1 سنجل ريبليكيت. لاحظوا التجارب الكبيرة زي هاي اللي بكون فيها زي هيك 5 فاكتورز، عادة إذا بكفي 1 ريبليكيت بناخذ 1 ريبليكيت، إذا مضطرين راح نحتاج انذر ريبليكيت. بس انذر ريبليكيت معناته راح يصير عندنا كم؟ راح يصير عندنا 64 different treatments. هلا هون عندنا 30، ماشي. إذا هاي الـ structure A B C، بعدين بناخذ الـ combinations تبعهم، لاحظوا A B بعدين الـ A B، ماشي، الـ multiplication، دخلنا الـ C بعدين دخلنا الـ A C، الـ B C الـ A B C، بعدين دخلنا الـ D مرة ثانية، A في D، ماشي، B في D and so on. فهاي الـ structure طبعا للطريقة هاي اللي بنكتب فيها احنا factorial experiment، ماشي. فهاي آخر run اللي هي A B C D E combination ل 5 factors. الآن المطلوب بالسؤال construct a normal probability plot of the effect estimates which effects appear to be large. Conduct analysis variance to confirm your findings. We'll construct a normal probability plot of the residuals if the plot is satisfactory. Is the plot satisfactory؟ نشوف نقرر.
plot the residuals versus the predicted yields and versus each of the five factors, comment on the plots and interpret any significant interactions. What are your recommendations regarding process operating conditions؟ هلا طبعا لما بكون في عندنا five factors يا جماعه، five factors في طريقه بالاحصاء وما حكيناش عنها هاي، لانه هي تستخدم فقط لما يكون عندنا فاكتورز عدد كبير. اول خطوه بنعملها، مع انه النورمال بروبابيلتي بلوت احنا عاده ما بنرسمها، بنرسمها بعدين متاخر شيك بعد ما نعمل الانوفا، بس لما بكون في عندنا فاكتورز كثير قبل ما نعمل الانوفا ونبلش فيه بنرسم النورمال بروبابيلتي بلوت. تمام ماشي. هي يعني سبيشال تايب اوف نورمال بروبابيلتي بلوت، اللي هي العلاقه بين الاتش افكت والنورمال سكور. هلا النقاط هاي اللي شايفينها A و B و C و A B، هذول معناه انه هذول الفاكتور مهمين او significant مع الانتراكشن هاي، اي معناه انه هذول جايات زي الاوتلايرز. تمام. هلا هاي الطريقة احنا بنستخدمها فقط، او هذا البلوت بنستخدمه فقط في حالة يكون عندنا large number of فاكتورز. لاحظوا هنا كمان محدد الالفا 0.1 ليس 0.05، اذا على 0.1 هذول significant. ماشي. يعني هاي مش كثير كريتيكال مهمه يعني، بس في كثير من البرمجيات بتعطينا يعني هذول بتعطينا اياهم ahead of time. يعني النورمال probability generation له اسهل من الانوفا. تمام. فبالتالي هاي يعني بتطلع عليها from the first look، بتطلع بشوف انه الفاكتور A B C and interaction A B appear to be significant from the normal effects. تمام. يعني هاي بتعطينا حد. هلا المين اناليسيز، لاحظوا الانوفا اتضخم بشكل كبير، الانوفا عندنا ماشي، فعمله طبعا هذا هون الكوفيشنس والاستيميتس نرجع لها، بس خلينا نشوف الانوفا. في عندنا المين افكتس ماخذهم كلهم الثلاثة أو الخمسة عفوا، يعني مش حاط لك كل واحد ماشي. المين افكتس significant والتو way interactions الاوفر اول significant. هلا كل واحد منهم كيف بدي أعرف إنه significant أو لا؟ النوفا هون استخدم للكل، عمل للكل. تمام. وهذا الريزيجوال يعني كالعادة، بس أخذ المين افكتس لحالها، تو ways interactions لحالها، والريزيجوال لحالها. تمام. فكيف بدنا نعرف هلا انه which interactions are significant which effects are significant based on the analysis of variance، المين analysis of variance لكل factor، كل factor فيهم بحال. لاحظوا هون في عندنا مثلا factor A، طبعا في عندنا ال constant اول شيء هاي ال p value، ال p value لل A، ال p value لل B. تمام. هلا ال D وال E non significant، وانا بنحكي على 5%. طبعا ال factor E تمام non significant، يعني ال D و E are non significant. عندنا مثلا interaction A with B significant، بقية ال interactions كلها هاي two ways interactions شايلها لأنه كلها non significant. وايش في عندنا الدي وذ اي از سيجنيفيكانت، يعني بيرلي سيجنيفيكانت، جايها تقريبا على المارجن لانه 0.045 قريب جدا، بس ستيل ايش سيجنيفيكانت. اذا لاحظوا هذول الثلاث الكونستنت، فاكتور اي فاكتور بي انتراكشن اي بي وانتراكشن دي اي، هذول اللي لازم يدخلوا ب الريجريشن موديل. طبعا 3 ways interactions، لانه في عندنا interactions كمان يعني 3 ways و 4 ways، هاي شايفين مثلا هاي three ways interactions عادة بكونوا non significant ماشي، فهو مش حاطهم هون مشان اختصار السبيس. اوكي. بس بالبرمجيات بتعطينا كمان interactions ل three ways، في عندنا four ways، في عندنا واحدة five ways اللي هي ماشي. يعني كلهم بحطوا لنا ايش الهم، يعني هو بيقدر البرنامج يعطينا كل الاوتبوت كل الانتراكشنز، بس عاده ال 3 ways وال 4 ways وال 5 ways ما بكونوا significant، فهو هون مش حاطهم، which means انه they are not statistically significant. ماشي. طيب اذا الان بنقدر نعمل الريجريشن موديل؟ يس بنقدر نعمل الريجريشن موديل، فقط بنحط الكوفيشنس هذول شايفينهم significant only، اللي هي هاي بتكون
بده يكون ال y يساوي 30.53 بلس 5.9 في فاكتور a بلس 4.84 في فاكتور b بلس 3.96 في فاكتور AB أو interaction AB طبعا في عندنا هون هاي بلس بلس يس ماينس 5.594 خلينا نقول في interaction ADE هاي الريجريشن. تمام، هلا طبعا النورمال probability كالعادة بنعملها ماشي، واضح إنه ما في عندنا أي مشكلة بالنورمال probability. بالنسبة للريزيديوال بلوت للفيتد فاليو، واضح انه في عندنا هون سم يعني انكريز بالفارينس، واضح المشكلة موجودة على فكرة. واضح في عندنا مشكلة صح؟ لاحظين انه في تقريبا هون فارينس تقريبا يعني باستثناء يمكن هاي النقطة شوي جاي فارينس قاعد بزيد هون، الفارينس قاعد بزيد للفيتد فاليو، بمعنى انه على الهاير فاليوز الفاريابيليتي بتكون اعلى من اللور فاريابيليتي ماشي عن اللور فاليوز. تمام، يعني البريدكشن اكيورسي خلينا نقول باللور رينج تمام للفاكتورز بتكون الفاريابيليتي أقل، وبالتالي البريدكشن أكيوراسي بتكون أفضل. يعني هون هاي الكيس البريدكشن هون أفضل من البريدكشن هون، لأنه طبعا الريزيجوال معناه الايرور، الريزيجوال قلنا معناه الايرور، كل ما زاد الديفيشن عن الخط هذا اللي بالنص معناه احنا we are having more error ماشي. طبعا هذول البلوتس يمكن ما فيهم مش كثير اشي واضح، يعني هون this is okay this is okay، يعني هاي جاي هون برضو الـ variability أقل شوي على الـ low value، which means إنه يمكن هذا معناه إنه الـ low values على الـ low level factor B مثلا الـ variability نفسها أقل، أو إنه طريقة القياس أو أداة القياس بتعطينا lower variability، يعني مش بالضرورة يكون برضو الـ variability دائما من الـ variable itself، ممكن من طريقة القياس من أداة القياس. هاي نفس الاشي هون الفاكتور دي، هاي طبعا سي نورمال ما في يعني مبين نفس تقريبا الاشي، بس هون دي يعني شوي مبين هون اقل الفاريابيليتي، بس هون على الهاير رينج يعني على الهاير ليفل واضح انه الفاريابيليتي اقل. تمام، وهون تقريبا هذا يعني تقريبا متساوي. تمام، طيب هلا زي ما قلنا احنا بالمحاضرة ممكن احنا كمان نشوف نتأكد من موضوع الانتراكشن انه significant عن طريق الرسمة اللي بنرسم فيها الفاكتور مثلا بي هنا مع ايه، هاي فاكتور بي دل بالماينس 1 ناخذ قديش قيمة ايه، هاي قيمة ايه الأولى واللو وهاي الهاي، قيمة ايه الأبر فاليو لبي هاي اللو هاي الهاي، ونرسم خط هون وخط هون ببين انه من خطين غير متوازيين، وهذا بياكد لي على انه عندنا موضوع interaction significant ماشي. دائما الخطوط كنا المتوازيه معناها الانتراكشن نون سيجنيفيكانت، والخطوط غير المتوازيه اللي فيه بوتنشال تتقاطع يعني غير المتوازيه اللي هي ما بكون في عندنا significant interaction. طبعا هذا بالنسبه للاي بي، يمكن لو عملنا نفس الرسم بس لدي اي راح يطلع عندنا برضو كمان طبعا بدرجة أقل شوية، لأنه لاحظوا هنا دي فاليو 0.049 ستيل راح يطلع عندنا خط مشابه للخط هذا اللي هو الدي والاي مش متوازية. طيب هلا هو بسأل بقول لي نرجع بس السؤال آخر سؤال هذا لأنه مهم، What are your recommendations regarding process operating conditions؟ لاحظوا الـ process operating conditions قلنا احنا اساسا واحد من اهداف التجربة الرئيسية، غير ما اننا نعرف ايش الفاكتورز المهمة والفاكتور غير مهمة، ونتأكد من الـ assumptions موضوع normality residuals، برضو بدنا نعرف ايش الـ optimal او الـ best operating conditions، هذا اللي بسأل عنه في F.
طبعا العملية ما بتكونش سهلة لما بكون عندنا 5 فاكتورز زي الحالة هاي، تمام؟ يعني بتكون عملية بسيطة. خلينا نشوف هو إيش عمل هون. To increase yield and therefore optimizable since we would want to set A, B and C at their high levels. Their high levels طبعا من انت واضح هاي الـ A تمام والـ B هاي هون high level، والـ C لو رسمنا الـ C راح تطلع عندنا إشي مشابه للقيمة. خلينا نشوف، هو مش راسمها بس يعني ممكن احنا الـ A والـ B تمام. بس اصلا هو مش حاطه هون، اوكي طيب بس مش حاطه هون شيء. اذا يعني طبعا من ياما بناخذ احنا البريدكتد فاليوز التيبل تبع البريدكتد فاليوز، او بناخذ القيم نرسم رسمات من الرسمات ببين معنا وين بصير الماكسيمم ييلد. قلنا لما تكون ولما تكون عندنا مالتيبل ليفلز بكون سهل انه يعني بدنا ناخذ اكثر من رسم، الافضل انه نروح على بريدكتد فاليوز ونشوف منهم وين الانتراكشن بيعطيني اعلى فاليوز، تمام اعلى فاليوز. طيب يمكن حتى هي هون من رسمه مش واضحه، الاي بي سي هون 65 63 يعني 61 يعني بدها تكون بين هذول يعني اللي يلداي هون، هاي 55 هاي 60 هون ماشي اللي هي A B C 60 معطيتنا A B C D 61 A B C D E 63 تمام. طبعا هاي يعني هي اللي بتحدد ايش الكومبينيشنز البست كومبينيشنز اللي بتحطها، يمكن على فاليو ممكن 65 A B C E A B C E يعني بكون A عالي B عالي C عالي و E عالي ماشي، هلا ايه هو من نون سيجنيفيكانت فما حسبه. طيب هيك بنكون احنا يعني وي كونكلودد شابتر 6. طبعا احنا نتيجة انه انضغطنا شوي بالوقت ما راح نضغط بشابتر 7 اللي هو راندومايزد بلوك ديزاين. المحاضرة القادمة ان شاء الله يوم الثلاثاء يوم الاحد القادم راح يكون في محاضرة اونلاين، وضروري تحضروها يا جماعة، لأنه بدنا أول إشي نراجع المادة نحدد إيش مادة الفاينل، نحكي إيش الأشياء اللي تركزوا عليها، ونحكي كيف راح تكون طبيعة الامتحان. وإذا في عندكم أسئلة استفسارات أي إشي رجاء إنكم تخبروني. علاماتكم أنا نزلتها على النظام، نزلتها على النظام فتقدروا تشوفوا علامتكم الآن سواء الفيرست أو السكند والتجميع من 60. رجاء زي ما كتبت لكم أنا إذا في عندكم أي ملاحظة أي تعديل أي خطأ صار معكم ليوم الخميس الساعة 2 مثلا، وبتعرفوا إحنا في نظام بدنا نعتمد العلامات، واعتماد العلامات معناه إنه أنا ما بقدر أغير إشي بعد الاعتماد، فمعنا خلينا نقول يوم الخميس الساعة 2 مشان أكون واضح أنا معكم الساعة 2 يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله 2 مساء، تمام؟ هو آخر موعد لمراجعة للمراجعة إذا في أي خربطة إذا في أي علامة. واللي ما يعني إحنا بتعرفوا بالنسبة للامتحان الثاني عملنا مرتين، والله عملت مرتين يعني المرة الأولى عملتها يوم الخميس الماضي كان أعتقد مش هيك الساعة 8:30 وما حدا إجا، وامبارح عملنا الساعة 1 محاضرة يعني امبارح اول امبارح امبارح الاثنين حسب طلبكم. انتم قلتوا يوم الاثنين الساعة 1 مناسب، ويجوا مجموعة مش كثير يعني اللي يجوا مجموعة قليلة بصراحة، بس خلص يعني اكثر من هيك ما بقدر اعمل ماشي. هلا يعني اللي ما شاف ورقته بتعرفوا هلا ما ظلش دوام يعني الاحد مداوم، الاحد موجود انا الاحد يوم الاحد الصبح موجود الاحد الساعة خلينا نقول من يعني بعد العشرة الساعة 1 عندنا امتحان نهائي مختبر، فخلينا نقول من 10 للواحد من 11 للواحد مشان أكون يعني أدق ماكو بكون موجود إذا اللي بده يشوف ورقته، وغير هيك ما في يعني الورقة يجي الطالب بيرسونال يحضر مشان يشوف ورقته، ما فيش طريقة ثانية يعني. يعني معقول مثلا أحط أعرض لي أوراق على الأونلاين كل واحد يشوف على ما بزبط يعني هذاك.
فاللي انترستد يا جماعة بده يمر يشوف ورقته أهلا وسهلا، بس يعني زي ما حكيت لكم أنا يعني ما معيش وقت إنه أظلني أستنى اللي بده يجي، يعني خلاص أنا بدي أعتمد العلامات يوم الخميس مساء وخلاص أثبتهم، ما بقدر أغير بعديها، اللي عنده مشكلة وما راجعني راحت عليه. تمام، إذا هاي الهوم ورك رجع تشوفوه على أساس تاخذوا فكرة عن شابتر 6 كيف الأسئلة بتيجي عليه. وشفتوا ما فيش إشي كثير مختلف شابتر 6 عن اللي قبليه، اكسبت انه احنا تعلمنا فكرة كيف نعمل الفاكتوريال ديزاين. وبشكركم على يعني اللي بيشوفوا المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء بالمحاضرة، موعد المحاضرة الاعتيادية الأونلاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.